تلامذتنا الأعزاء، أرحب بكم مجدداً ومع الحصة الثانية لمراجعة صورة الحديث. أذكركم أولاً بأهداف التعلم في هذه الحصة، فنحن نهدف أولاً إلى استرجاع معاني المفردات الصعبة. نهدف أيضاً إلى استيعاب القضايا الكبرى التي تعالجها هذه الصورة الكريمة، وكذلك إلى ترسيخ القيم والأحكام المستفادة من آياتها. وبعد أن تعرفنا في الحصة الماضية على صورة الحديد من حيث نوعها وعدد آياتها وترتيبها في المصحف، وكذلك سبب تسميتها وموضوعها الرئيس الذي هو الإنفاق في سبيل الله، وقمنا كذلك بمراجعة الآيات المتعلقة أو الآيات من 1 إلى 14، في هذه الحصة إن شاء الله عز وجل سنراجع ما بقي من آيات هذه الصورة المباركة. ونبدأ بنفس الطريقة التي اعتمدناها سابقاً، وهي أن نراجع يعني مجموعة من المقاطع فنذكر بمفرداتها ونذكر كذلك بأهم القضايا لنستخلص بعد ذلك القيم والأحكام التي يمكن أن نجدها في هذه الصورة الكريمة. ونبدأ مع المقطع الأول، وهو المكون من الآيتين 15 و16، ويفتتح الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وينتهي بقوله تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذن من المفردات التي لا بد من تذكرها أولا قوله عز وجل ألم يان، والمقصود بذلك ألم يحن الوقت، ألم يصل الوقت بعد. ثم تخشع قلوبهم بمعنى ترق قلوبهم وتلين، فتنفعل بمواعظ القرآن الكريم وتتأثر بمواعظ القرآن الكريم. فطال عليهم لمدوا بمعنى طالت الفترة والزمن بينهم وبين أنبيائهم. قست قلوبهم أي أصيبت بالقسوة والصلابة، فلا تتأثر بكلام الله عز وجل ولا تنفعل للخير. أما القضية الأساس التي يعالج هذا المقطع فهي دعوة المؤمنين إلى تليين قلوبهم بذكر الله تعالى والاستجابة إلى آياته المباركة. هذه الدعوة هي التي نجدها في ذلك العتاب الرباني للمؤمنين بسبب فتورهم عن بعض ما كانوا عليه من الطاعة والقربات. الله عز وجل في الآية الكريمة يقول: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا عتاب رباني لهؤلاء المؤمنين. فالمؤمنون بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة المنورة ومكوثهم فيها 4 سنوات تقريبا، إذا فتروا عن بعض الطاعات والقربات التي كانوا يقومون بها. من هنا جاء هذا العتاب الرباني: ألم يان للذين آمنوا، وذلك لإرجاعهم إلى الجادة وإرجاعهم إلى الصواب وإرجاعهم إلى الطاعات والقربات التي كانوا عليها سابقا. تتجلى هذه الدعوة أيضا في ذلك التحذير الوارد في الآية من التشبه بأحوال الأمم السابقة الذين مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن كلام الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهؤلاء فأهل الكتاب لما طالت الفترة بينهم وبين أنبيائهم انغمسوا في الدنيا وانجذبوا إلى شهواتها ومتاعها وأعرضوا عن كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من أحوالهم ومن عاقبتهم. كذلك تتجلى هذه الدعوة في ضرب المثل بالأرض التي تكون قاحلة مجدبة فيحييها الله عز وجل بالغيث، فكذلك القلوب القاسية تحيا بالذكر والاستجابة لمواعظ القرآن الكريم ومنها الإنفاق. لو أنك تمر بأرض قاحلة لا نبات فيها ولا عشب ولا كلأ، إذن فإذا نزل الغيث بعد ذلك فإن هذه الأرض تصير أرضا أخرى غير التي رأيت سابقا، بحيث أن تصير أن مخضرة، يصير فيها النبات، يصير فيها العشب، تنبعث فيها الحياة من جديد. فكذلك الإنسان عندما يكون غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون قلبه ميتا، فإذا
يعني ذكر الله سبحانه وتعالى واستجاب لآياته، كان ذلك سببا في إحياء قلبه من جديد. ومن بين المواعظ التي تحيي القلب هي الإنفاق في سبيل الله باعتباره يعني باعتبار الشرع مرغبا فيه وداعيا إليه. المقطع الثاني يتكون من الآيتين 17 و18، ويفتتح الله عز وجل بقوله سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وينتهي بقوله سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سنحاول أحبائي في هذه الخطوة أن نتعرف على معاني المفردات والعبارات، ولكن من خلال الإجابة على هذا السؤال صل بسهم بين الكلمة ومعناه. فعندنا مجموعة من الكلمات ومقابلها بعض الشروحات والمعاني، لكن هذه الشروحات والمعاني هي غير مرتبة. المطلوب منا أن نصل بسهم بين كل كلمة أو عبارة ومعناها. نبدأ بالكلمة الأولى المصدقين، إذا نصلها بالمتصدقين، وهنا نلاحظ أن كلمة المصدقين أضغمت فيها التاء في الصاد فصارت المصدقين، وكذلك المصدقات كما هو في الآيات أو في الآية الكريمة. الكلمة الثانية الصديقون، ونصلها بمعناها وهو بلغوا درجة الصديقية، وهي من أعلى المقامات في الجنة إلى جانب مقام الشهادة. ثم عبارة أقرضوا الله، إذن ولها هنا معنيان. إذن سنصلها أولا بقولنا تصدقوا عن طيب نفس، وكذلك نصلها بالمعنى الآخر وهو أنفقوا في سبيل الله. ننتقل الآن إلى القضايا التي يعالجها هذا المقطع، ونحاول أن نجيب كذلك من خلال هذا السؤال: حدد أبرز القضايا أي المضامين أو المعاني التي تعالجها آيات هذا المقطع. وأول قضية نجدها في هذه الآيات هو الحديث عن جزاء الإنفاق في سبيل الله تعالى. هذا الجزاء يتجلى في مضاعفة الحسنات. إذا رجعنا إلى الآية الكريمة: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، ما الذي يضاعف لهم؟ إنها حسناتهم والثواب الذي يجزله الله عز وجل عليهم. ثم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة والخلود في نعيمها، وهذا ما نستفيده من قوله تعالى: ولهم أجر كريم، فهذا الأجر الكريم هو الجنة. القضية الثانية هي منزلة الإيمان بالله ورسله، منزلة الإيمان بالله ورسله، رسله جميعا. فالله سبحانه وتعالى من خلال هذا المقطع مدح المؤمنين وأثنى عليهم وجعلهم يفوزون بأعلى الدرجات وأعلى المقامات في الجنة، وهو مقام الصديقية ومقام الشهادة في سبيل الله تعالى. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم ينعم الله عز وجل عليهم بالأجر الجزيل والنور التام يوم القيامة، لهم أجرهم ونورهم. ثم ينجيهم الله سبحانه وتعالى من مصير وعاقبة الكافرين المكذبين، ألا وهو دخول جهنم والخلود يعني في الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المقطع الموالي من الآية 19 إلى الآية 23، ويفتتح هذا المقطع بقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، إلى قوله عز وجل: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. إذن سنقوم الآن بتحديد معاني المفردات والعبارات من خلال السؤال
الذي يعرض أمامكم. يقول السؤال: اشرح حسب سياق النص المفردات الآتية. الكلمة الأولى: الكفار. الكلمة الثانية: يهيج. الكلمة الثالثة: حطاما. ثم الرابعة: الغرور. والخامسة: نبرأها. وأخيرا: مختار فخور. إذن كلمة الكفار تعني الزراع، وسمي الزارع أو الزراع بالكفار لأنهم يغطون البذر بالتراب عندما يريدون الزراعة، فالزارع يغطي البذر بالتراب، ومن هنا استعير هذا الوصف وأطلق على من ينكر الألوهية ويغطي حقيقة الألوهية، فسمي كذلك كافرا. الكلمة الثانية هي يهيج، أي يجف ويبتدئ في اليبس بعد أن كان أخضر ناضرا. حطاما بمعنى يتحطم ويتكسر بعد يبسه. الغرور بمعنى الخديعة. وهنا لا بد أن نميز ما بين كلمة الغرور وكلمة الغرور. الغرور بمعنى الخديعة، لكن الغرور إشارة إلى الشيطان. نبرأها بمعنى نخلقها. ثم مختال فخور، أي متكبر يباهي غيره بمتاع الدنيا كالمال والجاه. القضية التي يعالجها المقطع أو القضايا التي يعالجها المقطع هي كالآتي: التحذير من موانع الإنفاق بمعنى الأسباب التي تجعل الإنسان يمتنع عن بذل ماله والتصدق بماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. أول مانع يحذرنا منه النص القرآني هو الاغترار بالدنيا والغفلة عن الآخرة. فالله سبحانه وتعالى من خلال هذا المقطع يرشدنا إلى ما يجعلنا نتقي هذا المانع ونجتنب هذا المانع الذي هو الاغترار بالدنيا والغفلة عن الآخرة. فكشف لنا أولا أن الدنيا سريعة الزوال، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالدنيا سريعة التحطم، سريعة الزوال، سريعة الفناء. ثم الحقيقة الثانية وهي أنها تخدع الجاهلين، تخدع الجاهلين. فالدنيا جذابة بمتعها، جذابة بشهواتها، فإذا انخدع بها الإنسان جعلته يغفل عن ذكر الله تعالى وعن آيات القرآن وعن اليوم الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويبين لنا بعد ذلك ويرشدنا إلى الميدان الحقيقي الذي ينبغي أن يكون فيه التسابق، ألا وهو التسابق والتنافس من أجل المغفرة والجنة والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن فهذا هو الميدان الحقيقي للتسابق والتنافس، إذن إنه الجنة والمغفرة والفضل العظيم من الله عز وجل. المانع الثاني هو الغفلة عن قضاء الله وقدره. الغفلة عن قضاء الله وقدره هو كذلك من موانع الإنفاق. ومن علامات هذه الغفلة: أولا الحزن والأسى على ما فات من النعم. فالإنسان الذي يحزن ويأسى على ما فاته من الخير وعلى ما فاته من النعم، إذن هذا تعبير ودليل واضح على كونه غافلا عن قضاء الله عز وجل وقدره. فكل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان المطلوب من الإنسان أن يقوم بالأسباب لتجاوز المحن ولتجاوز الشدائد ولجلب الرزق وجلب النعم. الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكل شيء بقدر الله عز وجل. ويقابل هذه العلامة علامة أخرى
وهي أن الإنسان الذي أعطي النعم والذي أنعم الله سبحانه وتعالى بفضل من الأفضال، فهذا الإنسان يتحول إلى إنسان متكبر على العباد، يتفاخر بهاته النعم ويبخل ويمسك هذا المال عن الإنفاق. هذه علامة أخرى كذلك من علامات الغفلة عن قضاء الله وقدره. إذن فالأول يحزن ويأس على ما فاته، والثاني عندما يعطى تجده يتكبر ويتفاخر وكذلك يبخل بما أعطي من النعم. الآن مع المقطع الموالي من الآية 24 إلى الآية 26، الله سبحانه وتعالى يفتتح هذا المقطع بقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ويختمه بقوله عز وجل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. السؤال المتعلق بالمفردات والعبارات، صحح الشروحات الخاطئة مما يلي. صحح الشروحات الخاطئة مما يلي. إذا تظهر أمامنا على الشاشة مجموعة من المفردات والعبارات وتقابلها شروحات، إذا المطلوب منا هنا أن نصحح الخاطئة، الشرح الخاطئة منها. قفينا على آثارهم يقابلها بعثنا لهم، رهبانية يقابلها رفضا لشهوات الدنيا ابتدعوها، يقابلها أبدعوها، أبدعوا فيها وأتقنوها. إذن المطلوب كما ذكرت هو أن نحدد ما هي الإجابة، ما هي الشروحات الخاطئة مما هو ظاهر أمامنا. إذن الإجابة الصحيحة هي كالآتي: أولا قفينا على آثارهم، قفينا على آثارهم، إذن شرحها الصحيح بعثنا بعدهم، بعثنا بعدهم وألحقنا من بعدهم أو أتبعناهم، إذن وليس بعثنا لهم. الكلمة الموالية ابتدعوها، إذن والمقصود بها أحدثوها في دينهم وليس أبدعوا فيها وأتقنوها. أما القضايا التي يعالج هذا المقطع، فأول قضية هي فضل الله سبحانه على العباد، فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ويتجلى هذا الفضل في إرسال الرسل، ثانيا في إنزال الكتب، وثالثا في إنزال الحديد وإيجاده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فهذه الآية تضمنت الحديث عن إرسال الرسل كفضل من الله عز وجل، وكذلك كإنزال الكتب كفضل ونعمة وإكرام من الله سبحانه، وكذلك إنزال الحديد وإيجاده هو نعمة من النعم التي تفضل الله عز وجل بها على عباده. والغاية من هذا التفضل وهذا الإكرام هو إقامة الحق والعدل بين الناس في معاملاتهم ليقوم الناس بالقسط. إذن إرسال الرسل، إنزال الكتب، وكذلك إنزال الحديد وإيجاده، إذن الغرض والغاية الأسمى منه هي إقامة الحق والعدل بين الناس في معاملاتهم. القضية الأخرى التي تعالجها الآيات هي التحذير من التشدد والابتداع في الدين، التحذير من التشدد والابتداع في الدين، وهذا نستخلصه ونستفيده من ذلك التذكير الوارد في الآية بأحوال الأمم السابقة الذين ألزموا أنفسهم بما لم يأمرهم به الله عز وجل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن لذلك كانت النتيجة أنهم لم يقدروا على الوفاء والالتزام بما ألزموا به أنفسهم. وفي الحديث: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فكل من تشدد في دين الله تعالى بمعنى ألزم نفسه بما لم
يأمره به الله سبحانه وتعالى ستكون النتيجة لا محالة هي عدم القدرة على الوفاء والالتزام. المقطع الموالي الآيتان 27 و28 وتبتدئ بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، إلى قوله تعالى: والله ذو الفضل العظيم. إذا نشرح مفردات والعبارات إذا من خلال هذا السؤال، اشرح ما يلي حسب سياق الآية: ليلا يعلم، والكلمة الثانية: كفلين من رحمته. إذا الإجابة هي كالآتي: ليلا يعلم، المقصود بها لكي يعلم. إذا ليلا يعلم معناها لكي يعلم. الكلمة الأخرى: كفلين من رحمته، الكفل هو النصيب، والمقصود هنا في الآية ضعفين من رحمته. ويعالج هذا المقطع جملة من القضايا، أولها جزاء الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتزام التقوى. إذن جزاء الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتزام التقوى، هذا الجزاء يدل عليه أن الله عز وجل يجازي المؤمنين بالله ورسوله الملتزمين بالتقوى ضعفين من رحمته، يجازيهم ضعفين من رحمته، وكذلك يكافئهم بالنور التام يوم القيامة، وكذلك بمغفرة الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. القضية الثانية عظمة فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى فمما يدل على عظمة هذا الفضل أنه لا أحد من الخلق يقدر على منع هذا الفضل عن العباد، فالله سبحانه وتعالى يكرم بفضله من يشاء من عباده ولا أحد يستطيع أن يمنعه عنهم. والمقصود بالدرجة الأولى بهذا الفضل الوحي والرسالة. إذن بعد هذا ننتقل إلى استخلاص واستفادة القيم المواردة في هذه الآيات المباركات من سورة الحديد. ومن هذه القيم التربوية: إحياء القلب بذكر الله والعمل بآياته. إذن فالمطلوب من المؤمن أن يسارع لإحياء قلبه بالذكر وأن يعمل بالآيات ويستجيب لمواعظ القرآن الكريم. يدل على ذلك قوله سبحانه: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كذلك التصدق في سبيل الله، ويدل عليها قوله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. كذلك الإيمان بالله ورسوله، هذا من القيم المطلوبة، المطلوب ترسيخها وتثبيتها بالنسبة إلينا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. من بين القيم كذلك التسابق إلى مغفرة الله تعالى وجناته، بمعنى المسارعة إلى هذه المغفرة، المسارعة إلى الجنات، وذلك بالقيام بالأسباب المؤدية لذلك. الله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. من بين القيم كذلك الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وفي الآية القرآنية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من بين القيم كذلك العدل في المعاملة بين الناس، ويدل عليها قوله سبحانه:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكذلك من بين القيم تقوى الله والإيمان برسوله، تقوى الله والإيمان برسوله. والآية الدالة على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. تضمنت هذه الآيات التي سبق التطرق إليها مجموعة من الأحكام الشرعية، ومن بين هذه الأحكام التصدق في سبيل الله تعالى مندوب إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذه الآية وغيرها من الآيات التي تحدثت عن الإنفاق في سورة الحديد تدل على أن التصدق في سبيل الله مندوب إليه. والحكم كما ذكرنا سابقا هو الذي وضعنا تحته سطرا، إذن مندوب إليه. الحكم الثاني: وتحريم البخل والتكبر والمفاخرة بالنعم. الآية التي نستفيد منها هذا الحكم قوله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور. فالله عز وجل منع محبته ونفى محبته لمن اتصف بصفة الاختيال والتفاخر، وقد سبق أن شرحناهما بالتكبر والتباهي بالنعم. إذن والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. كذلك نجد الحكم الآتي وهو وجوب إقامة العدل بين الناس، ونستفيده من قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن فكلمة القسط هنا تدل أو تفيد العدل، ومعناها العدل. إذن لماذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب والميزان؟ إنه لغاية محددة، وهي إقامة العدل بين الناس. فإقامة العدل إذن أمر واجب. من بين الأحكام كذلك وجوب تقوى الله والإيمان برسوله. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. إذن فهناك أمر للمؤمنين بالتقوى، إذن فالتقوى واجبة والإيمان واجب، إذا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للإجابة على سؤالين في نهاية هذه الحصة. السؤال الأول يقول: اكتب بخط واضح مع الشكل التام الآية التي تدعو إلى التسابق إلى مغفرة الله تعالى وجنته. إذن فالمطلوب منا من خلال هذا السؤال أولا أن تكون الكتابة بخط واضح للآية المطلوبة، ثم كذلك أن يكون الشكل تاما، ثم أن تكون الآيات المكتوبة لها ارتباط وتعلق بالسؤال. إذن وهذا والمطلوب هو الآية التي تدعو إلى التسابق إلى مغفرة الله تعالى وجنته. إذن فما هي الآية التي ورد فيها لفظ التسابق، وما يفيد أن الإنسان مطلوب منه أن يسارع ويتسابق إلى مغفرة الله وجنته؟ إذن الإجابة هي كالآتي: قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. إذن فعندما نتأمل هذا المقطع نجد بأنه يبتدئ بالأمر سابقوا، ثم نجد الحديث عن المغفرة: إلى مغفرة من ربكم، ثم كذلك حديث عن الجنة، إذن وجنة عرضها، إذن ثم يصف لنا الله سبحانه وتعالى هذه الجنة ومن سيدخل هذه الجنة ويستفيد من هذا النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. السؤال الثاني وهو سؤال مرتبط بالقيم: كيف توظف قيمة تقوى الله تعالى في تعاملك مع وسائل الاتصال مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ الجواب المقترح هو كالآتي: وظف قيمة تقوى الله تعالى
في تعاملي مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال: أولاً، تجنب مشاهدة المحرمات. إذن كل ما نهى الله عز وجل عن مشاهدته فأتجنبه، وهذا من علامات تقوى الله. ثم كذلك عدم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة. نعم، نحن المطلوب منا أن نتعامل بهذه الوسائل، نستفيد منها، نغتنم فضلها، ولكن ليس مقبولاً أن ننشر إشاعات وأخبار زائفة. ثم كذلك أن نستخدم في نشر الخير والأمور النافعة، فالإنسان المتقي إنسان نفاع، ينشر الخير ويبذل الخير للناس. هكذا أحبتي نصل إلى نهاية هذه الحصة التي راجعنا فيها ما يتعلق بصورة الحديد. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يسددكم في دراستكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.